اقتله. يا متهم اختشي. وضع ايه؟ وضحت ممنوع هنا كمان. بتضحك عليها يا مجرم، اللي زيك لازم يعيطوا. الرجاله ما تعيطش يا شاويش. وانت راجل انت؟ وعم رجاله كمان، انت مش عارف انا مين. مين يعني؟ انا سلطان. طب اتلفت ليه؟ مين هناك؟ مين؟ غزي؟ ايوه. اهلا وسهلا. ايه يا جميل ده؟ فوتك بعافية يا شاويش. يعافيك. عاوز حاجة تانية؟ عاوز سلامتك يا حلو. حسن ملفظك يا متهم. حاضر، هحسن ملفظي قوي. ما فسحتكش مبقاش انا سلطان. كل وانت ساكت يا متهم. حاضر. انت بتبصلي كده ليه؟ بحبك قوي يا شاويش. يا اخي حبك برص. اختشي واسكت يا متهم. بتاخد معايا قد ايه في الشهر يا شاويش؟ باخد اللي باخده. وانت مالك ومال اللي باخده؟ ما شفتش ورقه ب 100 جنيه ابدا؟ شفتها؟ شفتها في ايدين الناس، انما ما حطيتهاش في جيبك، ما بقتش بتاعتك. مقنوعه والحمد لله. ايه رايك في خمس ورقات منها؟ 500 جنيه. 500 جنيه؟ هديك 500 جنيه. ومش هتعمل حاجة أبدا. وهتديهم لي ليه؟ ما تنطق يا متهم. ولا حاجة، بس تعمل نفسك مش شايفني، وبكرة بالليل تلاقي 500 جنيه في جيبك. اخلص يا متهم. حاضر، هخلص يا شاويش، بس فكر من هنا لبالليل. 500 جنيه. اسماعيل فندم، شوف شغلك. يلا فؤاد. يا اسمر يا اسمر.